أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من المشهد المغاربي. تجدد الجدل في المغرب بشأن مجانية التعليم بعد مناقشة الحكومة مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم. وبدأ الجدل بعد تصديق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو هيئة استشارية، العام الماضي على توصية بهذا الشأن. ويتضمن مشروع القانون فرض رسوم على أبناء الأسر الميسورة مع إقراره ضمان الدولة مجانية التعليم الإلزامي. واعتبرت نقابات التعليم وهيئات مدنية وحقوقية هذه الخطوة مساسا بحق المغاربة في تعليم مجاني وتراجعا خطيرا في المنظومة التعليمية. ولم يخفف من حالة التوتر نفي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يكون القانون متضمنا إجراءات لا تضر بالطبقة الفقيرة والمتوسطة. الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أولياء أمور التلاميذ هددت بالنزول إلى الشارع من أجل دفع الحكومة إلى إلغاء هذا الإجراء. وحذر الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم من النتائج الوخيمة لهذا القانون الذي قد يدفع حسب رأيه التلاميذ والطلبة إلى مغادرة مقاعد الدراسة بسبب عجز أسرهم عن سداد الرسوم، معتبرا أن فرضها على مؤسسات التعليم العالي والثانوي مقدمة لتعميمها على باقي المستويات الدراسية. في المقابل أكد الناطق باسم الحكومة أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، وأن إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم يهم الأسر الميسورة فقط وفق قانون يأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء. هذا إذن موضوع حديثنا في المشهد المغاربي. ورحب بالأستاذة حفصة رحموني الكاتبة الصحفية. مرحبا بك أستاذة حفصة. أهلا بك. شكرا. بداية، ما رأيك في هذا القانون؟ هل هو فعلا قانون يتناسب مع الإطار العام الذي وردت فيه، وهو إصلاح منظومة التعليم في المغرب، فهذا جزء من هذه الإصلاح، أم هو يعني قانون فعلا كما قالت النقابة قد يضر بأبناء الأسر الفقيرة؟ مرحبا سيد أمير. في بدء الأمر، هي أزمة التعليم العمومي ليست وليدة الوقت، يعني فمنذ سنوات تم تقديم اقتراحات ومخططات إصلاحية لتطوير التعليم العمومي في المغرب، لكن بقي غير كافي وغير فعال ولم يرقى إلى الأهداف المرجو الوصول إليها. مسألة تبني أو اللجوء إلى القطاع الخاص لديه نتائج وخيمة كثيرة، ومن بينها مثلا هو مس مبدأ المساواة بين التلاميذ، وتهديد مبدأ مسألة أحقية ومجانية التعليم للجميع باعتباره خدمة عمومية يجب على الدولة التكفل بها. إذا تم تطبيق هذا القانون سيدفع بأبناء الشعب لمواجهة القطاع الخاص كحل وحيد للخروج من هذه الأزمة. لماذا القطاع الخاص؟ يعني إذا واجهوا القطاع الخاص، ألا يستطيعون أن يدفعوا للدولة ليبقوا في نفس المؤسسات؟ لأن هذه الرسوم في كل حالات لن ترقى إلى نفس الرسوم التي تدفع في القطاع الخاص، يعني تكون أقل بكثير في كل حالات. حتى لو، لأن مثلا في المغرب نتحدث عن الأسر الميسورة اللي أصلا منذ سنوات ابتدأت في الدفع بأبنائها للتسجيل في المدارس الخاصة، لكن ماذا عن الأسر الفقيرة والمعوزة التي أصلا في الأصل؟ والمنطق باسم الحكومة قال أنها هذه لن تمس الأسر الفقيرة، وأن هناك مقاييس ستعتمد أساسا، هو دخل الأسر هو الذي سيحدد هل تدفع الأسرة الرسوم أم لا تدفع. أكدوا في أكثر من مرة سنتابعه بعد قليل أن ليس كل أسرة الأسر الفقيرة لن تدفع أي شيء من هذه الرسوم.
هم تحدثوا عن أسر معينة، إذا كانت الأسر الميسورة في الأصل تدفع الآن الرسوم لتسجيل أبنائها في المدارس الخاصة، فمن هي هذه الأسر التي يتحدثوا عنها؟ ليس كل أسر، أكثرية هناك أسر في المغرب الآن الميسورة يعني تدفع، وحتى الأسر المتوسطة ليس كلهم يعني يلتجئون إلى القطاع الخاص. معظمهم ما زالوا في القطاع العام، والالتجاء للقطاع الخاص هو بسبب سوء الأداء في القطاع الخاص، عدم كفاءة كثير من المدرسين، المنظومة نفسها فيها إشكال، هذا هو الذي يدفعهم. لكن ما زال هناك حسب ما تبعنا يعني طبعا أن هناك أسر متوسطة ما زالت في القطاع العمومي، وأسر حتى ميسورة ما زالت في القطاع العمومي، وبالتالي هؤلاء من تبقى منهم لم يلتحق بالعام سيقع دفع هذا الرسم. وبعض المختصين، أنا أقرأ هنا على سبيل المثال نور الدين عيوش، هذا عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين أحد هذه المؤسسة الاستشارية، قال أن الأسر لن ترفض الأداء إذا ضمنت جودة الخدمة. يعني هو هذه المعلومة التي سيدفع سيكون في مقابل تحسين جودة التعليم. لما لا تحسين جودة التعليم العمومي؟ لما لا رفع بمستوى التعليم العمومي وإخراجه من هذه الأزمة بدل تبني القطاع الخاص؟ لأنه بالنسبة لي البدء بتطبيق القانون على التعليم الثانوي التأهيلي والجامعي الآن ما هو إلا مقدمة وتمهيد لخصخصة باقي المستويات. طيب هذا رأيك حفصة، سنعود إليك بعد اللحظات. عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم معي من الرباط، ورحب بك أستاذ عبد الإله. لماذا تعارضون هذا التمشي الحكومي الذي قال على الأقل المجلس الأعلى للتربية والتكوين أنه لن يذهب هذه المعلومة الذي ستدفعه الأسر؟ أولا ليست الأسر الفقيرة فقط، الأسر الميسورة، وهناك مقاييس يعتمد فيها أساسا الدخل الأسرة كمقياس. قال أن هذه الأموال أنها ستذهب إلى تطوير القطاع وإلى الزيادة في أجور الأساتذة والمعلمين، وأن الطلبة سيستفيدون كذلك من خلال منح تقدم لهم. إذا لماذا تعارضون أساسا هذه الزيادة يعني؟ طبعا هذه المبررات التي تحدث عنها الخطاب الرسمي للحكومة أو للدولة فيما يتم التداول فيه الآن حول القانون الإطار للتربية والتكوين، وخصوصا المادة 45 التي نعتبرها ستزعج على حق تعليم المغاربة. طبعا هذا التعليم الذي يجب أن تكفله الدولة باعتباره خدمة منصوص عليها في الدستور المغربي، وأيضا هي خدمة ترتبط بحق من حقوق الإنسان، وبالتالي المغرب ملتزم بكل العهود والمواثيق الدولية في هذا الباب. لذلك لا يمكن إيجاد أي تسويغ أو مبرر يمكن من خلاله الإجهاد على هذا الحق وعلى دور الدولة في توفير الخدمة العمومية المرتبطة بالتعليم. لذلك نحن نقول أن ما تبرر وتسوغ به الحكومة أو الدولة مسألة فرض رسوم أو أداءات على الأسر الميسورة، نقول أن الدولة اليوم لا تستطيع وليس لها القدرة على إجراء صيف اجتماعي ما بين الأسر، علما أن المدرسة المغربية والجامعة المغربية اليوم هي تستوعب أكثر من 92% و 95% يعني من أبناء الشعب المغربي وبنات الشعب المغربي. اليوم ليس لدى الحكومة حتى من خلال بعض المؤسسات الدستورية والوطنية المكلفة بالإحصاء وبالمعطيات فالمندوبية السامية يعني للتخطيط، عندما أرادت أن تفصل أو أن تحدد طبقة متوسطة حددتها عن طريق يعني واحد المحدد مرجعي الذي هو الأجر لا يستطيع أن يعطينا فرزا حقيقيا لطبيعة الأسر الميسورة أو الأسر المعوية. صحيح أستاذ عبد الإله دحمان، أرجوك أبقى معي لحظات سأعود إليك لما وصلت النقاش. ورحب الآن بالأستاذ ياسين كركاش الإطار التربوي معي من الرباط. أستاذ ياسين مرحبا بك، ما رأيك في مسألة
ما تقترحه الحكومة من جعل مرسوم معين يدفعه بعض الأسر الميسورة من أجل أن يستفاد من هذه المبالغ لتحسين جودة التعليم وتحسين مداخل الأساتذة وتقديم كذلك منح لبعض التلاميذ، هذا ما تذكره الحكومة أو ما تبرر به الحكومة هذه الزيادات، ما تعليقك عليها؟ وهل فعلا يمكن اعتبار دفع مراسيم داخل في إطار العام وهو إصلاح المنظومة التربوية في المغرب؟ مرحبا أخ سمير، ومرحبا بالضيوف الذين معك في مرحبا في هذا البرنامج. أولا نحن نعرف أن هذا المشروع اللي هو مجانية التعليم أو إطار الذي جاء فيه هو إطار مشروع الإطار الذي يبحث عن مصادر جديدة للتمويل لتغطية تكلفة الإصلاح التي ترى الحكومة أنها تكلفة باهظة لا بد من أن تساهم فيها مجموعة من الفعاليات في المجتمع من بينها الدولة، المقاولات، الجماعات الترابية، إضافة إلى ما تقول أنها تمتها بين مزدوجتين الأسر الميسورة التي ستدفع رسوما كشكل تضامن. بداية كموقف نحن كفاعلين تربويين في الميدان نعتبر المجانية حقا مقدس ونعتبره خطا أحمر، لا يمكن أن نسمح بالبدء بهذا المخطط لضرب المجانية فيما بعد بشكل كلي. وهذا له يعني قاعدة على مستوى المجتمع ولها مجموعة من الأسباب التي نعتبر بها أن هذه المجانية مقدسة ولا يمكن للدولة من خلال هذا التوجه أن تستطيع أن تمرر هذا المخطط باعتباره أنه يحاول عفوا المساهمة في إصلاح أو في رفع تكلفة الإصلاح وتحسين جودة التعليم. يعني نحن نعرف أن وضعية المجتمع المغربي بشكل عام هو وضع هش، فما بالك بالطالب والتلميذ المغربي بشكل خاص. بالتالي هذا المقترح هو مقترح يثير الاستغراب. التعليم في المغرب مكلف في إطار هذه المجانية، فما بالك إذا أضفنا إليها رسوم أخرى، مكلف من حيث التنقل، من حيث اللوازم، من حيث الدعم. الأسر المغربية تعاني الأمرين من أجل أبنائها. واضح جدا أستاذ ياسين كركاش، ابقى معي سأعود إليك لمواصلة النقاش. ينضم إلي كذلك عبر الهاتف الأستاذ عبد الناصر الناجي رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم من الرباط. أستاذ عبد الناصر أرحب بك، ما رأيك إذن فيما تقترحه الحكومة من فرض مراسيم أو مبالغ تدفعها الأسر الميسورة في التعليم؟ الضيوف يقولون هذا ضرب لمجانية التعليم، وهذا بدء أو هي مقدمة لتعميم بعد ذلك هذه المبالغ على كل الأسر، ولا يمكن إصلاح منظومة التعليم في هذا الشكل أو بهذا الشكل، خاصة وأن الأسر الفقيرة حاليا بهذا الشكل الموجود تتحمل أعباء ثقيلة. شكرا جزيلا أولا على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا البرنامج. طبعا هذا المشكل ليس بالسهل ولا بالهين أن نناقشه في عجالة، ولكن لا بد أن تكون لدينا مجموعة من المعطيات التي تمكننا من اتخاذ القرار المناسب حول هذا القرار الذي ستتخذه أو بصدد اتخاذه الحكومة المغربية بشأن تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. طبعا تعلمون جميعا بأن المغرب مقبل على إصلاح، هذا الإصلاح هو إصلاح كبير جدا يمتد لمدة سنوات عديدة إلى سنة 2030، وهذا الإصلاح طبعا كأي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين يتطلب موارد مالية. ونعرف جميعا أن الدولة المغربية تخصص مجموعة من الموارد المالية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالتعليم ولتحسين التعليم في المغرب. يكفي أن نذكر أن المجهود التمويل
المبذول من طرف الدولة يصل إلى حوالي 25.7% من ميزانية الدولة حسب إحصاءات 2012، وحوالي 5.5% من الناتج الداخلي الخام. إذا قارناه مع الدول المجاورة مثلا مثل الجزائر 4.4% من الناتج الداخلي الخام و 20.3% من ميزانية الدولة، وموريتانيا 14.7% فقط من ميزانية الدولة، يتبين لنا المجهود الكبير الذي تبذله الدولة. لكن هل هذا المجهود الذي تبذله الدولة يصوغ لنا اليوم أن نتحدث عن رسوم للتسجيل بالنسبة للأسر؟ طبعا الإجابة عن هذا السؤال تقتضي أولا أن نعرف ما هو حجم مساهمة الأسر اليوم في تمويل التعليم، ولعل الضيوف الكرام قد تحدثوا عن هذا المجهود الذي بلغ حسب دراسة تم القيام بها سنة 2005 تقريبا 30%، هذه مساهمة الأسر. ولكن هذه المساهمة تدخل فيها مساهمة الأسر في التعليم الخاص، لأن نعلم جميعا أن هناك نسبة تصل إلى تقريبا 15% من مشاركة القطاع الخاص في التعليم، ومجموعة من الأسر المغربية تلجأ إلى التعليم الخاص لتمدرس أبنائها. واضح. بالتالي فهاد الحصة يعني 30% يدخل فيها التعليم الخاص. طيب أستاذ عبد الناصر، رجاء ابقى معي، سأعود إليك. مشاهدي الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نعود لنواصل النقاش في الموضوع. يتجه المغرب إلى اعتماد إصلاحات جذرية تمس مجانية التعليم بالنسبة للتعليم الثانوي والجامعي من خلال إشراك الأسر في تمويل التعليم، وذلك بعد مصادقة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع رأي طلبته الحكومة. النقطة التي أثارت الجدل في مشروع قانون الإطار تلك المتعلقة بمسار تمويل عملية إصلاح منظومة التعليم، حيث نصت الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030 على ضرورة تنويع مصادر التمويل، وشدد على أن مسؤولية الدولة في هذا الاتجاه قائمة وعليها الرفع من الميزانية المخصصة للتعليم كل سنة. مصدر مطلع أكد للمغاربية أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين دعا إلى تنويع مصادر تمويل إصلاح منظومة التعليم، بالإضافة إلى فرض رسوم التسجيل بالتدرج على أبناء الأسر الميسورة وإعفاء أبناء الأسر المعوزة من دفع أي رسوم، مع التأكيد على ضمان مجانية التعليم في أسلاك التعليم الإلزامي بأسلاكه الثلاثة، الأول والابتداء والإعدادي، لكونه واجبا على الدولة. وتوقف السيد رئيس الحكومة عند قضية مفصلية يروج لها البعض، تقوم على أن الحكومة ستتراجع عن مجانية التعليم، حيث أكد السيد رئيس الحكومة على أن هذا الأمر غير صحيح، وأن الأمر يتعلق برسوم للتسجيل للأسر الميسورة، وأن الفئات الفقيرة أو الهشة أو الطبقة المتوسطة لا يعنيها هذا الأمر. رسوم التسجيل مجرد شكل تضامني بين الأسر الغنية والفقيرة، أما الدراسة طوال السنة تكون بالمجان، ولن يكون مطلوبا دفع أقساط شهرية من أجل متابعة الدراسة، على اعتبار أنه من العبث الاعتقاد بأن الدولة يمكن أن تغامر بإلغاء مجانية التعليم، لكن أي إصلاح له كلفته يقول مصدرنا. جوهر اعتراض النقابات على مقترح إلزام فئة من الأسر المغربية بدفع رسوم دراسية هو أن الأسر التي تضع أبنائها في المدارس الحكومية هي أسر فقيرة في الأصل، في حين أن أسر الطبقة المتوسطة تضع أبنائها في المدارس الخاصة. Thank you.
يتعلق بالتراجع المجانية، وإنما يتعلق برسوم التسجيل للأسر الميسورة، وسنصنع عليها النص الأسر الميسورة، وهذا يهدف إلى بس تحقيق تكافؤ الفرص حبها. أما الناس اللي هما الطبقة الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة فهي لا يعني هذا الإجراء بتاتا. أعود للأستوديو حفص رحموني، يعني هل يكفي هذا الكلام خاصة الذي ختم به رئيس الحكومة هذه طمأنة، وأكده الناطق الرسمي باسم الحكومة أنها لن تشمل الأسر المعوزة، بل بالعكس أبناء الأسر المعوزة سيصلهم أو ستصلهم منحة، إضافة إلى أنه سيتم الترفيع في أجور المدرسين مما يحفز المدرس على البذل المجهود أكثر من أجل التعليم. كل هذه ألام تطمئن يعني الأسر بصفة عامة في المغرب؟ لا أعتقد ذلك، لأن تبريرات الحكومة الرئيسية هي البحث عن موارد تمويل التعليم بطريقة أخرى، أي بتفويض جزء من هذه المسؤولية على القطاع الخاص. في رأيي أن ما ينقص الحكومة هو الحكامة في تدبير الموارد. بمعنى التمويل سيكون من القطاع الخاص؟ نعم، هو الحكومة تتحدث على أن التمويل سيكون من الدولة، وتفويض جزء من المسؤولية على القطاع الخاص. هو لأن الفكرة على الأقل يعني المفهومة هو أنه هذا هو شكل من أشكال التضامن بين الأسر جميعها، وأنه ليس فقط يلقى الأمر على الدولة، الدولة ستشارك، بلديات، مؤسسات، مقاولات عمومية، القطاع الخاص وباقي الشركاء، كل هؤلاء سيساهمون في هذا، ليس فقط الأسر التي تدفع بل حتى هذه القطاعات ستكون مساهمة في تحسين جودة التعليم وزيادة في نسبة يعني والزيادة في مداخيل على الأقل لهذا القطاع. هي الأسر الميسورة في الأصل تدفع أبنائها للتسجيل في المدارس الخاصة في الأصل، يعني قبل أصلا طرح هذا القانون. والمشكلة هي أن هناك تهديد للمدرسة العمومية في المغرب. كيف؟ فمثلا تم إغلاق نحو 190 مؤسسة تعليمية عمومية في المغرب ما بين 2008 و 2013 بسبب أن الشكل المادي يعني ممكن، أو أصلا حتى هذا المسؤولين ما عندهمش ثقة في المنظومة التعليمية العمومية، ويعطونا تشجيع أكثر للقطاع الخاص. فإغلاق 190 مؤسسة تعليمية عمومية في ظل 5 سنوات هذا مؤشر خطير جدا. طبعا نحن لا ندري الأسباب، قد تكون أسباب مادية، إذا كانت الأسباب فعلا مادية فهذا قد يعطي هذا سيضيف أحقية لما تطرحه الحكومة، لأنها ستكون هناك موارد إضافية تدخل للدولة ستساهم في البقاء على مثل هذه المدارس حسب ما تقول الحكومة على الأقل. لا، هو المشكلة هو في هناك خطر استقالة الدولة أصلا من تمويل التعليم، لأنه قبل السيد العثماني السيد بن كيران قال أن من الأحسن أن التعليم يعني أن الدولة ما تبقاش مسؤولة عن التعليم. هذا خطر بحد ذاته، يعني يفتحون الباب للقطاع الخاص وفي نفس الوقت يزيدون من نزيف المدرسة العمومية في المغرب. فبالتالي هناك خطر على أنه فعلا أن المدرسة العمومية تفقد دورها، تختفي. طيب أستاذ عبد الإله دحمان، نعود إليك، يعني إذا كان اقتراحكم هو الإبقاء على الأمور كما هي، بمعنى أنه الرسوم يقع إلغاؤها تماما، ما هي الموارد الأخرى التي تستطيع الدولة الاستفادة منها لتحسين المنظومة؟ تحسين المنظومة ليس فقط ببرامج جديدة ومناهج جديدة، تحتاج إلى موارد مادية كذلك. المساهمة هذه ليست هي كل شيء، هي بسيطة ولكنها جزء من مساهمات عامة، قطاع خاص ودولة، الكل يتضامن من أجل تحسين أو تطوير هذه المنظومة. يعني أين العيب؟ يعني الأسرة المغربية حينما تجد أن هناك فائدة وهناك تحسن وهناك ارتقاء بالمستوى التعليمي للأساتذة ولأبنائها، ألا تدفع يعني؟ اسمح لي أولا أن أعلق وأن أتفاعل مع ما قالته الأخت، أن إغلاق مجموعة من المؤسسات التربوية لا
فيرجع بالأساس إلى إفلاس المادي أو إلى أسباب مادية ومالية، بل هو يرجع بالأساس إلى التطور في العرض التربوي وإلى التطور في الديموغرافيا داخل المدرسة، بمعنى أن بعض المدارس والمؤسسات التربوية موجودة في مناطق هاجرها السكان أو على الأقل لم تعد فيها يعني ساكنة تربوية اللي ممكن تقصد المدارس. هذا معطى أول. المعطى الثاني، ما حجم هذا التعويض أو هذه الرسوم أو هذا الذي ستساهم به الأسر الميسورة بين قوسين؟ لأن ليس لدينا لحد الآن كما قلت أي تصنيف داخل بنية الأسر المغربية يقول هذه ميسورة وهذه معوزة بناء على أي مرجع أو على أي أساس. أجيب أجابة الحكومة يا أستاذ عبد الإله، الحكومة أجابت أن المرجع في هذا هو المدخول للأسرة، أن هناك قانونا سيقع الالتزام به وهو اعتماد المدخول الأسري، وأن هذه النسبة نسبة التسجيل ستتناسب مع مدخول كل أسرة وإمكانياتها المادية، يعني ليس كل الأسر تدفع نفس المعلوم، حسب المدخول تدفع قليل ثم قد يزيد وينقص حسب المدخول. هذا هو ما ذكرته الحكومة على الأقل. هناك تجارب للمساعدة سبقت وأن طبقتها الدولة على مستوى الرميد وعلى مستويات أخرى، ولم تنجح هذه العملية في تصنيف الأسر. ثم الأجر ليس مرجعا في تحديد من هي الأسرة الميسورة أو تلك الغير الميسورة، على اعتبار أن هناك بعد آخر هو طريقة العيش بالنسبة لهذه الأسر. وهنا يمكن أن ندخل في التجارب المقارنة أو الدراسات المقارنة مع الغرب. اسمح لي أن أقول لك بأن اليوم وفي إحصاءات رسمية لوزارة التربية الوطنية أن المدرسة العمومية تعرف إقبال أغلبية التلاميذ بحدود 84% في الابتدائي، هذا مؤشر سنة 2016 مقابل 16% فقط في التعليم الخصوصي، و 91 في الإعدادي والتأهيلي العمومي مقابل 9 في التعليم الخصوصي. بمعنى لو أن الأسر كانت لديها القدرة على أن تؤدي تعليم أبنائها كانت غادرت المؤسسة التعليم العمومي. طيب. لأن جودتها ضعيفة ولأن تطوضيتها ضعيفة. نعم. اليوم أنا أقول كذلك. واضح جدا. أستاذ دحمان ابقى معي، سأعود إليك في سياق هذه الحلقة. أستاذ عبد الناصر الناجي، يعني هناك خوف وخشية فعلا أن تفرض الدولة كما قال البعض بدعوى استهدافها الطبقات الميسورة أعباء جديدة حتى على الطبقة المتوسطة. هل هذه الخشية مقبولة ومعقولة؟ أم أنها خشية مبالغ فيها وأن هناك قواعد وقوانين سيقع الالتزام بها من جهة الدولة بشكل أنها لا تتجاوز فعلا هذه الطبقات التي قيل أنها ميسورة؟ هو تخوف مشروع كما قال الأستاذ دحمان قبل قليل، فالإشكال المطروح هو كيف نصنف هذه الأسر الميسورة، خاصة بالنسبة للقطاعات التي لا نتحكم في مدخول الذي يدخل إلى كل أسرة، قطاعات مثلا غير المهيكلة، قطاعات مثل الفلاحة. إشكال أو التخوف المطروح هو أن الدولة ممكن أن تكتفي بالفئات التي تستطيع أن تحدد ما هو مدخولها، وخاصة موظفي القطاع العام، وهؤلاء الميسورون منهم يذهبون إلى التعليم الخاص. الحل في نظري هو أن تستعيد المدرسة العمومية ثقة المواطن، وأن يذهب جميع المواطنون إلى المدرسة العمومية، أو على الأقل لتكون لهم القدرة على الاختيار بين القطاع الخاص والقطاع العام على مبدأ الجودة. عندما تكون المدرسة العمومية تقدم خدمة جيدة، فالمواطن له الاختيار بين القطاع الخاص والقطاع العام، ممكن أن يذهب إلى القطاع العام. سيد عبد الناصر، يعني هل فعلا هذا الاقتراح يعني رسوم التسجيل
سيكون أحد أهم أسباب تحسين جودة التعليم العمومي بشكل المواطن فعلا يصبح هو الذي يختار ويقبل على التعليم العمومي؟ لا، ليست رسوم التسجيل هي التي ستؤدي إلى جودة التعليم العمومي. طيب. لأن حتى لو افترضنا أن المشكل مادي وأن الجودة مرتبطة بالموارد المالية، فهذه الرسوم، رسوم التسجيل، لن تصل حتى إلى 1% مما يصرف الآن على التعليم من طرف الدولة. هذا يعني أن هذه الرسوم هي فقط لها قيمة رمزية، وأنها هذه القيمة مرتبطة فقط بمبدأ التضامن الوطني بين جميع فئات المجتمع، وأن الفئات الميسورة هي أيضا تساهم في تمويل المدرسة بشكل من الأشكال. سيد عبد الناصر، هل صحيح أن الأسر لو علمت أن هناك أو ضمنت جودة في التعليم أنها ستقبل بدفع هذا الأداء؟ وأعتقد ذلك، لأن الأسر المغربية تدفع أضعاف ذلك في التعليم الخاص، وأنها لو وجدت في التعليم العمومي ضالتها فستكون مستعدة للتضحية المالية ولأن تقدم نوع من المساهمة في تحسين جودة التعليم، لأنه جودة التعليم تبدأ بمجموعة من العوامل. وهذه العوامل يمكن أن تدعم من طرف الأسر بهذا الدعم المالي البسيط الرمزي الذي سيساعد المؤسسات التعليمية على تطوير أدائها وعلى جودة أفضل. ابقى معي أستاذ عبد الناصر. سيد ياسين كركاش، فيما يتعلق دائما بهذا الموضوع، هناك تبرير ممن هم مع هذه الفكرة، فكرة الرسوم التسجيل، بالقول أن الأمر هذا الدفع لن يتم فقط أو لن تتكفل به فقط الأسر، بل حتى الدولة كذلك ستدفع مساعدات للأسر التي لا تتمكن أو الأسر التي لا تستطيع، حتى المعوزة طبعا والفقيرة التي لا تستطيع الذهاب بأبنائها للمدرسة من الأصل، يعني بدون حديث عن الرسوم، ليست لديها الإمكانية أن يصل أبنائها للمدرسة لأسباب مادية، أنه في هذا الإطار الدولة ستساهم بمساعدة مادية لهذه الأسر المعوزة لتعينها على أن يذهب ويتردد أبنائها ويسجل أبنائها في المدارس، بمعنى أن هناك جهة تدفع ميسورة من العائلات وجهة أخرى فقيرة من نفس المجتمع المغربي ستستفيد، يعني لن يذهب إلى جهات أخرى. دعنا أخي بداية نتفق على أن كلمة الأسر الميسورة لا توجد في القطاع العام أو في المدرسة العمومية بصفة كلية، لأن الميسورين أبناؤهم يتمدرسون في القطاع الخاص ضمني. وايضا اشكال تحديد، يعني كل يا سيد ياسين، كل الاسر الميسوره تذهب الى القطاع الخاص كلها 100%؟ يعني اكيد، لانها فقدت الثقه في المدرسه العموميه، لان فعلا الدوله ليست لها رغبه حقيقيه في ان يكون التعليم العمومي تعليم ذا جوده. طيب خليني اخذ راي استاذ عبد الناصر ناجي مره اخرى في هذه النقطه بسرعه ثم اعود اليك استاذ ياسين. عبد الناصر ناجي، هل توافق ياسين كركاش حينما يقول انه كل الاسر الميسوره لا يتردد أبناؤها على التعليم العمومي، كلهم في التعليم الخاص؟ ربما أغلب الأسر الميسورة يذهبون إلى التعليم الخاص، لأنهم يعتقدون أن التعليم الخاص أفضل جودة من التعليم العمومي، وربما هي حقيقة مع مرور الزمان أن التعليم العمومي بدأ يفقد قيمته لدى المواطن المغربي. واضح جدا أستاذ عبد الناصر، واضح جدا. سأعود إليك ياسين كركاش، تفضل. إذن أنا أردت فقط التأكد من هذه المعلومة على اعتبار جميعكم موجودين في داخل هذا الإطار التربوي. إذن الأسر التي ستساهم وهي موجودة حسب رأي الحكومة على الأقل، إن لم تكن ميسرة فهي قريبة، يعني ستساهم ومالها سيذهب إلى الأسر الفقيرة، ألا يكفي هذا أو من ضمن التبريرات طبعا قدمتها الحكومة في قبول رسوم التسجيل الجديدة؟ طبقت، الذين يتحملون أعباء هذه الرسوم إذا طبقت هم الطبقة المتوسطة التي تستطيع الدولة أن تتحكم في أرزاقهم وأن تعرف كم هو مدخولهم. إذا تحدثنا هنا عن الطبقة المتوسطة فهي ليست من الطبقة الميسورة،
وايضا على مستوى التعليم تفاعلا مع تدخلات الاخوه، ايضا على مستوى التعليم هناك تجارب اثبتت انه لا يمكن ان نحدد مقدار الدخل، هو مثلا كيفيه تدبير منح التعليم العالي في التعليم. الطريقه التي يدبر بها التعليم لا هي طريقه في اغلبها تعتمد على تقارير الداخليه على ان هذه الاسره لها بعض الدخل، هذه لا لا لا, لا, لا ليس لها دخل. وايضا هنا طريقه التوزيع يكون فيها حيف كبير جدا لمجموعه من الاسر التي تحرم من من الدعم الذي تقدمه الدوله، وكذلك نعم. يترتب عنه انه مجموعه من الطلبه ومن التلاميذ ينقطعون عن دراستهم نظرا لاسباب ماديه. واضح جدا استاذ ياسين كركاش الاطار التربوي، أشكرك شكرا جزيلا. كنت معي من الرباط حفصة. فيما يتعلق بالمنظومة التربوية بصفة عامة تشكو يعني عجزا ليس فقط في المغرب، كل المنطقة المغربية تقريبا لها نفس الصفة، وكل منطقة المغربية فاتحت حوارا لإصلاح هذه المنظومة له سنوات ولم يصدر عنه شيء يذكر إلى حد الآن. المنظومة التربوية الآن البعض يقول هذا الإجراء نفسه سيعمق أزمة المنظومة التربوية وليس العكس أنه سيكون سببا، هل توافقين هذا الرأي أم أنه قد ربما يعين، ليس هو لكن قد يعين من يريد الإصلاح إصلاح المنظومة التربوية؟ هو السؤال الأول هو هل هذه المراسيم الدراسية التي سيتم دفعها من طرف الأسر الميسورة هل هي كافية فعلا لمساعدة الدولة لتمويل التعليم والدفع به لهذا للأمام؟ لا أظن كذا. يتحدثون عبد الناصر الناجي قال 1% ربما ستمثل، تماما هناك جهات أخرى ستدفع كذلك. تماما أنا بالنسبة لي يجب استعمال الحكامة في استخدام الميزانية المتوفرة لدى الدولة والإعانات التي يتلقاها المغرب من البنك الدولي. إذا تم تطبيق المخططات الإصلاحية بالشكل المناسب وبدون محسوبية أو سرقة أو غيرها من ذلك، دعنا نقول بصفة عامة يعني. تماما من غير فساد، أظن أن التعليم في المغرب يمكن أن يكون أفضل. هناك أيضا نقطة أخرى هو أن المغرب بعد الاستعمار ذهب إلى تطبيق مثال التعليم الفرنسي أو التعليم السويدي هذا مؤخرا. بالنسبة لي لا يمكن تطبيق مثال لدولة متطورة أو دولة يعني لها ظروف تختلف ظروف عن المغرب، اجتماعية واقتصادية مختلفة عن المغرب، وتطبيقها على أبناء الشعب المغربي، لا يمكن ذلك. يجب تقديم منظومة تعليمية. يمكن الاستفادة من هذه التجارب. يمكن الاستفادة طبعا، ولكن بعض الأمثلة ليس يعني ليس هو كوبي كولي معناه. كوبي كولي تطبيقها كما هي. يجب تقديم منظومة تعليمية معتمدة من المغاربة لصالح المغاربة. وهناك ورد الاعتبار للمدرسة العمومية طبعا. نعم أستاذ دحمان أعود إليك في مسألة تحسين أو تطوير المنظومة أو إصلاح المنظومة، عبارة تتردد منذ مدة، التربويون لا يزالون يقولون أن المنظومة مريضة، أن المنظومة لا تشتغل وأنها تتسبب في التسرب المدرسي عشرات الآلاف ربما سنويا، يغادرون المدرسة، كل شيء، كل شخص ربما بظروف مختلفة لكن هذه النتيجة الموجودة، هناك عشرات الآلاف يغادرون المدرسة. لا يمكن أن يكون البدء في دفع مثل هذه الرسوم نوعا ما هو بداية أو هو أحد أجزاء إصلاح هذه المنظومة، منظومة التربية والتعليم في المغرب؟ أظن على أن مسألة التمويل رغم أهميتها أنا أعتبرها غير ذات أولوية بالنسبة لإصلاح المدرسة العمومية. وكما تفضلت وقلت عندما نأخذ نظاما تربويا غادره سنة 2016-2017 أكثر من 279 ألف تلميذ قبل حصولهم على شهادة البكالوريا، ثم الآلاف من التلاميذ الذين يستمرون في المسار الدراسي عبر التعليم المدرسي الثانوي او عبر التعليم العالي ويجدون انفسهم في البطاله. السؤال الجوهري الذي يجب ان نطرحه اليوم هو كيف نؤهل هذا النظام التربوي
كيف نرقى بوظيفة المدرسة في علاقتها بالمجتمع عندما نستطيع أن نضمن جودة لمردودية هذا النظام، آنذاك يمكن أن تتحول هذه الجودة إلى سلعة للمضاربة. وإما أن نفرض المجانية اليوم تحت أي مبرر فمعناه أننا نزيد من تعميق الأزمة لهذا النظام التربوي التكويني. واضح جدا. عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، كنت معي من الرباط، شكرا جزيلا لك سيد عبد الناصر ناجي. ما الذي يجب الآن من أجل فعلا إصلاح هذه المنظومة؟ لماذا لا نجد، لم نرى بعد، منذ مدة هناك الحديث عن الإصلاح لكن إلى حد الآن ليس هناك فعلا نموذجا جديدا يقدمه المغرب لإصلاح هذه المنظومة؟ هناك حديث وحوارات ولقاءات وندوات لكن المنتوج لم يظهر بعد طول المدة، لماذا؟ طبعا ينبغي أن نضع الأمور في سياقها. اليوم المغرب بصدد الإعداد لتفعيل إصلاح جديد وينبثق عن رؤية استراتيجية 2030، وهذا الموضوع الذي يثار اليوم حول أداء الأسر هو جاء في إطار هذا الإصلاح الذي قدم مجموعة من التوجيهات توجهات ومجموعة من التوصيات لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ستصدر على شكل قانون إطار، وهذا القانون إطار يحدد أولويات الإصلاح. طبعا أولويات الإصلاح لا يمكن ربطها بالتمويل، التمويل ينبغي أن يكون أداة للإصلاح، ولكن الإصلاح يكون بمجموعة من الأمور، أهمها هو المدرس، ينبغي أن يكون لدينا مدرس في المستوى وتأهيل هذا المدرس لكي يقوم بدوره داخل منظومة التربية والتكوين. هناك طبعا عنصر الحكامة، لأن مجموعة من الأمور التي نتخيل أنها مرتبطة بالتمويل وبالمزيد من التمويل هي في الحقيقة مرتبطة بسوء تدبير، سوء تدبير داخل منظومة التربية والتكوين. يمكن أن يعطينا مجموعة من الموارد الإضافية، بحيث في دراسة قامت بها جمعية أماكن سنة 2008 تبين أن ما نهدره في منظومة التربية والتكوين السنوية قد يصل إلى 15 مليار درهم، وهذا يمثل تقريبا ربع أو أكثر من ربع ميزانية التي تخصصها الدولة للتعليم. وبالتالي فهناك مجموعة من المجالات التي يمكن من خلالها إذا أردنا حسنا حكامتها ممكن أن تساعدنا على توفير مجموعة من الموارد التي تمكن منظومة التربية والتكوين من تفعيل هذا الإصلاح. طيب أستاذ عبد الناصر، بما أنك ربما قد تكون قريبا من هذا الجدل، من هذا الحديث، هل بعد هذا التحرك خاصة للنقابات وأولياء التلاميذ يهددون حتى بالنزول إلى الشارع، هل الحكومة ستتراجع ربما إن وجدت ضغطا أو رفضا شعبيا، ستتراجع عن هذا الإجراء، أم أنه قرار اتخذ بعد دراسة وبعد التروّن وبالتالي لا سبيل للتراجع فيه؟ من موقعي لا يمكن أن نتحدث عن ما تنوي الحكومة أن تقوم به في هذا الاتجاه، ولكن يمكن أن أخمن أن هذا القرار هو قرار ربما نهائي، لأنه وارد في قانون إطار، وهذا القانون الإطار سيمر في مجلس وزاري، ثم بعد ذلك هناك مناسبة لمناقشته في البرلمان، وبالطبع فالبرلمان ممثل الأمة يمكن أن يناقش هذا الأمر ويمكن أن يتراجع عنه، ولكن في النهاية فمن يقرر هو الحكومة، وهي التي ربما إذا كانت مصرة على أن تكون هناك أداء للأسر على شكل رسوم للتسجيل فيمكن أن تمضي في هذا الطريق وتفعله. ولكن أنا أعتقد من وجهة نظر الجمعية، جمعية أماكن، أن رسوم التسجيل إذا ربطناها بجودة التعليم وإذا بالفعل تمكننا من تفعيل هذا المبدأ بالنسبة للأسر الميسورة واستطعنا أن نحدد ما هي الأسر الميسورة على صعوبة هذا الأمر، فلا أعتقد أن هذا الأمر سيكون أمامه معارضة شعبية، لأن المفروض أن الأسر الميسورة ممكن يجب أن تساهم في مجهود التعليم. ربما لو أننا فكرنا في ضريبة للتعليم، ضريبة موجهة للأسر الميسورة أو ضريبة على الثروة، من هذه الضريبة نستخلص
موارد لتمويل التعليم، وربما هو هذا الأمر هو الذي ورد في مادة من مواد القانون الإطار عندما تحدث عن صندوق خاص لتمويل التعليم. وهذا الصندوق الخاص لتمويل التعليم موارده تأتي من عدة جهات، من ضمنها المؤسسات ومقاولات عمومية وأيضا القطاع الخاص. ولم يتحدث هذا الصندوق عن الأسر الميسورة، وربما أداء الأسر الميسورة أو هذه الرسوم، رسوم التسجيل، ربما ستكون وجهتها هي مؤسسة تعليمية، لأنها في نعم. الأصل هي رسوم ستكون موارد ضعيفة ولن تمكن من تمويل إصلاح المنظومة ككل، وربما ستمكن من مواجهة بعض الإشكالات داخل كل مؤسسة تعليمية لضمان السير الطبيعي لهذه المؤسسات. شكرا جزيلا لك سيد عبد الناصر الناجي، رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم أماكن اختصارا، كنت معي من الرباط. شكرا لك حفصة. إذن هناك يعني تحدي في نهاية الأمر بين الأسر بصفة عامة وبين الحكومة. الحكومة حسب عبد الناصر الناجي قدمت كل أو هذا الاقتراح أو هذا القرار، اتخذ القرار بناء على دراسة ميدانية، يعتقدون أنها دفع المرسوم سيؤدي إلى تحسين جودة التعليم، وأن الأسر حينما ترى هذا الأثر ستقبل وستتفق أو ستقبل على الدفع. هل تعتقدين أنه فعلا أمام هذا الرفض هناك إمكانية للتراجع عنه إن لم يكن في الحكومة ففي مجلس النواب، أم أنه قرار اتخذ بعد دراسة ميدانية وتخصصات إلى غير ذلك ستمضي فيه الحكومة؟ أعتقد أنه إذا تم التراجع عن هذا القرار يكون أفضل، فلحبذا إن أنهم يعني يفكرون في طرق إصلاحية لتطوير المنظومة التعليمية أفضل من رفض من فرض هذه الرسوم الدراسية، لأن من شأنها الهدر المدرسي لمجموعة من التلاميذ للأسر. هو يعني لا يمكن أن تدفع بطبيعته هي, هي, هي أصلا هدر. حاليا موجود أن هناك أسر فقيرة تعاني في بداية كل موسم دراسي حتى في شراء الكتب والمستلزمات الدراسية، فما بالك بالرسوم وغيرها من هذا من الأمور. كما قلت سابقا نسبة التمويل، لكن هذه الأسر لا تدفع رسوما، هذه الأسر التي تعاني هي تعاني أصلا من هي تدفع هي من تدفع من أمور أخرى، من أمور أخرى، لكن الحكومة على الأقل تقول أنها لن تدفع الرسوم. هذه الأسر التي تعاني من شراء الأقلام والأدوات المدرسية هي ديجا تدفع يعني، فلن تحمل حسب الحكومة لن تحمل أعباء الرسم. أنا أعتقد أنه حاليا الشعب المغربي يحتاج إلى إقامة منظومة تعليمية جيدة للرفع بالتعليم في المغرب، بدل الخوض في حلول أخرى كهذا القانون مثلا. هذا من جهة. من جهة أخرى أظن أن هناك سؤال أطرحه دائما على نفسي، هو أن الكثير من الأساتذة الذين يعملون في القطاع العمومي يدفعون بأولادهم إلى القطاع الخاص، يعني انعدمت حتى ثقتهم هم يعني أبناء المجال في القطاع العام. حفصة بين قوسين درستي في الخاص ولا العام؟ لا أنا في العمومي، والوالد رجل تعليم عمومي كذلك، كان أستاذ وبعدين كان هذا مدير. يعني بمعنى أنت نجحتي في دراستك الحمد لله. طيب يعني بمعنى أن العمومي إذا فيه اجتهاد وإعانة أسرية وإسناد في أساتذة في المستوى، لو حتى الأسرة إذا ساهمت الأسرة في إسناد التلميذ طبعاً، فيمكن أن يحقق نتائج جيدة طبعاً يعني. وأنا أصلاً يعني تربيت في بيت يقدس المدرسة العمومية ويقدس العلم، ولدينا أمل في هذا في المدرسة العمومية، وأتمنى رد الاعتبار للمدرسة العمومية في المغرب. أشكرك شكرا جزيلا حفصة رحموني الكاتبة الصحفية، كنت معي هنا في الأستوديو. الشكر موصول إليكم مشاهدي الكرام على المتابعة، موعدنا بحول الله في لقاءات أخرى، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.